تحية، أهلا وسهلا. إذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طيب مضماض رئيس الفرع ديال سلا، على كل حال التواجد ديالي اليوم هنا فيه جوج ديال الحاجات. الحاجة الأولى التعبير على التضامن ديالي وديال الفرع ديال سلا وديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل مناضلاتها ومناضليها مع سيمو القناوي في هذا الاعتقال اللي هو كيتعرض ليه. ثانيا من أجل المتابعة الحقوقية والمراقبة ديال هذا الاعتقال، وحنا كننتظروا القرار اللي غادي تاخذوا دابا المحكمه بخصوص القضيه ديالو. تم التقديم ديالو امام الوكيل هذا الصباح، وكان مؤازر من طرف محامي ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وتمت مواجهته بما صرح به في شي لايف حول التعرض ديالو للايقاف ولاعتداءات معينه من طرف الامن في الرباط. لحد الان هذا الشيء اللي كاين كننتظروا، لا اظن على انه التمديد ديال الحراسه النظريه ما بقاتش فيها الامكانيه كنظن، ولهذا اليوم غادي يبان القرار واش فيه متابعه ولا ما فيهش متابعه، وربما تحدد جلسه اليوم في العشيه ونعرفوا اشنو اللي كاين في القضيه. وتحيه. واخا الاسم امين القبابي، ناشط حقوقي. بالنسبه اليوم جينا كنضامنوا مع سيمو القناوي، سيمو القناوي اللي كيدوز دابا في حاله اعتقال، كيدوز عند الوكيل الملك. فاش القضية ديال سيمو القناوي، سيمو القناوي هو رابور ولد سلا، حنا مالنا إلا حنا كجمعية حقوقية أننا نضامنوا معاه، والاعتقال ديالو اعتقال تأسفي، اعتقال ديالو داز في ظروف ماشي هي هذيك، ظروف غير عادية، لهذا كنطلبوا بالإطلاق ديال الصراح ديالو، وكنتسناو دابا قدام المحكمة حتى يدوز عند الوكيل باش نشوفوا المجريات اللي غادي يتبع الوكيل الملك، وكذلك نشوفوا شنو خاصو أنه يدار باش أنه، لأنه سيمو القناوي تعتبر من الأصوات الحرة اللي كاينة في هذه البلاد، والفن اللي كيخدم القضية ديال الشعب المغربي، وكنكون مرتبط بالقضايا والهموم ديال الشعب المغربي. حنا كذلك كنضامنوا معاه وكنطلبوا بالحرية ديالو، الحرية الفورية لسيمو القناوي. السلام عليكم إخوة اللي كيتابعوا قناوي، راه حنا راه واقفين دابا حاليا في المحكمة كنتسناو إن شاء الله باش يخرج، وحاليا هاد الساعة راه باقي ما كاين حتى شي حاجة، راه حنا باقيين كننتظروا. اللي شحال في الساعة دابا؟ تقريبا دابا 12 قسمين، وحنا باقيين كننتظروا إن شاء الله ما يكون غير الخير، ونشوفوا داك الساعة شنو كاين، واش غادي يخرج ولا غادي يبقى، وهذا أي جديد حنا غنوصلوا لكم إن شاء الله الكريم. السلام عليكم، معكم اشرف الليبي، جيت نضامن مع خويا سيمو القناوي، ان شاء الله كنتمنوا له يكون الخير، وكنتمنوا من السلطات ومن القوات انهم يوقفوا معاه ويكونوا معاه، لانه ما كانش في خاطره وما كانش بالوعي ديالو، كان مسكين في واحد الحاله اللي ربي اللي عالم به، يعني بزاف ديال الضغوطات مجموعين عليه، مسكين ما لقى ما يقول، قال بحال هكاك. كنتمناو تضامنوا معاه، وحنا مضامنين معاه، انا جيت من بعيد حتى لهنايا باش نضامن مع سيمو القناوي. سيمو القناوي خونا، وعمرنا سمعنا من شي حاجه في الاغاني ديالو اللي خايبه، كاع الاغاني ديالو التراكات ديالو تيقول فيهم كلام زوين، وكاع الناس ان شاء الله تضامن مع سيمو القناوي، وتنتمناو ان شاء الله الخير، وتنتمناو ان شاء الله الخير، وسيمو القناوي مثال للشعب ومثل الشعب، وتنتمناو من الله ان شاء الله الخير، وكاملين تنطلبوا بصراحة سيمو القناوي اللي هو خونا وواحد منا وواحد من هاد البلاد وطرف من هاد البلاد، وان شاء الله تنتمناو الخير. وشكرا.